ومسيرة إن شاء الله إلى السفارة لمساندة حوالينا فخامة الشعب الجزائري. مازلنا نستناو في جالية الأحلى هذا فيديو برك كما نقولو حنايا خفيف وبريء برك اللي نشوفو إن شاء الله في الجالية الأحلى إن شاء الله. القهوة وطاحت لي الله عليها شاء حاج وش تقول لنا وش تقول قول كلمة قول قول كلمة إن شاء الله ما يشوفوا فيك الناس كلمة أخويا بسم الله هذا الحركة ذا عنده 10 سمانات ومازال الشعب الجزائري نفس تاعو قوي يعني مازال راح قدام القدام إن شاء الله ولكن حاجة واحدة رانا نقولوها احنا النفس تاعنا راه خويا ولكن النفس تاع النظام راح في النفس الاخير يعني ما بقالوش ان شاء الله ما بقالوش النفس الاخير يعني هذا لازم نفهموها مليح ان شاء الله لازم نصبروا شويه ما نضلوش باللي بين عشيتين وضعها كل شيء راح يتبدل على كل حال ما نقدروش نبدلوا كل شيء في يومين ولا في عام ولا عامين لازم احنا نكونوا صابرين وحنا لازم نخدموا ثاني باش كل شيء ينجح ان شاء الله والسلام على برك كلمه صغيره لفخامه الشعب الجزائري اخويا فخامه الشعب الجزائري كش ما كان احسن منه لازم كي يتوحد ولا عنده كلمه واحده وعنده هدف واحد ومتحضر وواعي ما كانش احسن منه والحمد لله ان رانا جزائريين بارك الله فيك الحاج ربي يدومها ان شاء الله. السلام عليكم. السلام تحت خويا. كلمه يا اخويا واش نقول لك حنا ما نعياوش لا معيوش يديرون ديرو كل سبت كل حد يدير المسيرات يقول ديرو المسيرات ورمضان في باش راح يدير يا هو رمضان بربي ان شاء الله حنجيب السحور تاعي نسحر هنا كيما يحبوا هذه هي انا هما صامتين هما صامتين خويا يا خويا صامت صامت قلبك قبيح هذه هي خويا بارك الله فيك بارك خويا السلام عليكم.